مرحبا برج العقرب، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. هذه القراءة عامة، مو قراءة عن الحب والعاطفة. راح نتناول أكثر شيء جانب الحياة العملية، أوكي، وبشكل سريع فقط الحياة العاطفية. إنزين، القراءة مثل ما قلت لكم تصلح للطالع والشمسي والقمري، إلا إذا عندكم أي كوكب ثاني موجود في برج العقرب، لكن لازم أنتم اللي تشوفون القراءة وتحددون إذا تنطبق عليكم ولا لا. خلينا نشوف أول جانب يا برج العقرب، جانب الأموال. شنو راح يكون عندك من تطورات؟ كرتين انقلبوا. أوكي، بالعادة ما أخذ إذا كرتين، ولكن أحس إن معناهم ماشي مع بعض. أربعة الخماسيات. في أموال هنا راح تتأخر عليك. يعني أنت مثلا حاط ميزانيتك ومصروفاتك على أساس إنه ما يأتي تاريخ معين إلا وصلتك أموال جديدة تقدر تصرف منها. لما تشوف هذا الكرت معناته راح يصير في نوع من الضيق في ميزانيتك، لأن في تأخير عندنا وراه. مثل ما شفت هني كرت برج القوس، تمبرنس، التعادل أو التوازن. راح تضطر مثلا عشان تعادل ميزانيتك لهذا الشهر أن تأخذ من جانب التوفير، من أموال التوفير، وتحطها في جانب المصروفات. لأن أحسك أنت هنا يا برج العقرب كنت دائما تصرف كل الأموال اللي عندك، ما تخلي نوع من المرونة، سوري، نوع من المرونة في ميزانيتك. يعني مثلا دائما كنت تصرف 80% توفر فقط 20%. أوكي، فإذا قلت عندك أو إذا صارت ما تكفيك 80% اللي أنت تصرفها، من وين راح تضطر تاخذ؟ ميزانيتك أحسها مو مرنة لهذا الشهر، راح تضطر تاخذ من حساب ثاني، حساب توفيري، شخص مقرب منك، من الشريك أيضا، أوكي؟ لكن لازم تكون حذر في طريقة ستريتشنج أو طريقة إطالتك للميزانية، أوكي؟ في شيء لأنه راح يتأخر، المفروض يأتيك في الطريق، ولكن راح يكون في مثل الظرف الطارئ أو التأخير يؤثر على ميزانيتك خلال هالشهر. خلينا نشوف جانب الوظيفة للي منكم عندهم وظائف. بعد كرتين، أوكي، السيف الأول والشمس. ما أدري ليش أحس هني إن راح تحصل على إجازة قريبا، أوكي، تحصل على إجازة، تحصل على نوع من نقلة، ينقلونك إلى قسم ثاني، تحت إدارة شخص ثاني. النقلة أنت في البداية مو مستسيغها، يعني مو عاجبتك، مو متشجع من أجل التغيير. النقلة اللي يريدون أن يسوونها لك في مجال الوظيفة، ولكن لأن وراء السيف الأول عندنا كرت الشمس، الحرية، السعادة، راح تتخلص في مكان الوظيفة في الفترة القادمة. إذا مو أنت اللي ينقلونك، راح ينقلون أشخاص أنت ما ترتاح لهم، ما تحب تعمل معاهم، يشيلونك من تحت أمرة مثلا مدير أنت ما تحبه. ففي الفترة القادمة في الوظيفة راح يكون عندك حس من الحرية، السعادة، تقدر تتحرك على راحتك، تقدر تكون على طبيعتك من دون وجود الأشخاص اللي يعكرون دائما جوك، يحاولون يتحكمون فيك. إنزين، خلينا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس أو يفكرون يفتحون بزنس. ثلاثة الأغصان، هذا الكرت يشجعك على أن تستقطب الخبرات الاكسبيرينسز، الخبراء حتى من دول أخرى. ما أدري، أحس هني الطاقة تقول لك أن الشيء اللي تطمح له ما راح تلاقيه في الدولة اللي أنت فيها، لازم تأتي بشخص أو بشيء أو بمشروع بتعاون، باستيراد من دولة ثانية عشان تحقق لنفسك اللي أنت تتمناه في البزنس. محتاج أن يكون في تعاون بين أكثر من دولة، مثلا أن تأخذ مثلا منتوجات هذه الدولة، إنزين، تستوردها وأيضا تأتي بشيء ثاني من دولة ثانية وتخلطهم مع بعض. هاي النوع من الطاقة، أن يكون في تعاون بين ما وراء البحار. خلينا نشوف الدراسة.
اوكي هاي الشرط طار. أربعة الخماسيات، أحس إنه تخرج أو مو تخرج كامل. إنزين هذا الكرت يقول لك إن إذا في مادة مستصعبها أو إذا في كورس أنت حاليا تحس إنه شوي تعبك وكنت متخوف منه، هذا الكرت يقول لك راح تتخرج في الفترة القادمة بنجاح، ولكن لازم تحط الجهود المتوقعة. لا تقول ما راح أدرس ما راح أهتم وفي نفس الوقت راح أتخرج. هذا الكرت يقول لك حط الثمار، سوري ازرع البذور راح تحصد الثمار، راح تنجح. محتاج أيضا أن تجد لنفسك شريك دراسة كفؤ، شريك دراسة تعتمد عليه، شخص يشيلك لما أنت تكون تعبان وأنت أيضا تشيله لما أخوي يكون تعبان، يتنور عليه وينور عليك، يكون فيه تعاون دراسي، شراكة دراسية. خلنا نشوف الباحثين عن عمل. أوكي. ثمانية الخماسيات، في الفترة القادمة راح تأتيك فرص عمل، بس ما أدري ليش أحس يا برد العقرب دائما فرص العمل تأتيك في مجال أنت تحاول أن تتجنبه. ما أدري ممكن يكون أن أنت تفضل العمل المكتبي ودائما يعطونك العمل الميداني، أو العكس يعطونك عمل متعب مثلا وأنت تريد في الفترة القادمة أن تبحث عن وظيفة تكون شوي مريحة، يكون فيها تكييف، فيها عدم التعرض للشمس، أو العكس أنت مللت من العمل المكتبي تريد أن تذهب إلى العمل الميداني. ففي عروض قادمة في الطريق، ولكن أحسها صايرة عكس عكس رغبتك. لما الشيء يأتينا عكس رغبتنا معناته لازم نروح لنقطة الصفر، نقطة الريست، ونفكر أو ننظر إلى أنفسنا إحنا ليش قاعدين نجذب عكس رغباتنا. نعمل مع قانون الجذب مش عكسه. قانون الجذب راح يوصلنا للي نبيه، ولكن أسهل وأسرع، يعني إحنا قاعدين نعمل مع قوانين الكون مو عكسها. إذا خلنا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام، منفصلين أو حتى المرتبطين، توافقك مع الشريك لشهر سبتمبر. كرت الساحر، نساء انقلب ايضا هذا الكرت، و السيف الاول، سوري السيف الصغير. احس هني ان انت ماخذ دفة القيادة يا برج العقرب، وتحاول تحفز شريكك او تقنعه بوجهة نظر معينة، تقنعه بالانتقال، تقنعه بان يتخذ موقف، تقنعه بشيء. هذا انت زين عندك طاقة الساحر، لكن شريكك هني عنده السيف الصغير، متردد، عنده خوف. يمكن انت قاعد تشجع على مثلا ان تنتقلون من دولة الى دولة، من منطقة الى منطقة، من سكن الى سكن. هو خايف من التغييرات الجديدة، خايف من البيئة، خايف من الناس اكثر شيء، ان الناس اللي متعود عليهم طيبين في هذا المكان ما راح يكونون ايضا مثلهم ناس طيبين في المكان الجديد. خايف من الانتقال شريكك. انزين أحس ولكن إذا عطيته نوع من الحرية الشخصية، إذا عطيته نوع من متنفس، خليه يتنفس بدون ما تظل تحن عليه وتحاول تقنعه، راح تمشي الأمور إن شاء الله بينكم على أفضل ما يرام. خلنا نشوف هني جانب اللي ما عنده شريك، العزاب منكم ينتظرون قراءة القادم ووصفات الشخص القادم في طريقه. خلنا نشوف جانب الصحة، الكوبين. لازم برج العقرب إذا عندك نوع من المشاكل الصحية، لا تقول أنا صرت أحسن وراح أمتنع عن أخذ الدواء، أو لأني صرت أحسن، يعني مو بس طاقة الدواء، يعني تقول لأني صرت أحسن فراح أرجع للأكل اللي الدكتور نصحني إنه ما أكله. وأدري أحس هني إنه
أمامك فرصة لانتكاسة صحية إذا رجعت للأسلوب القديم، إذا رجعت للشيء اللي تحبه ولكن الدكتور منعه عليك أو حذرك منه، قالك لازم تأخذه بكميات جدا قليلة، ممكن يكون الملح، ممكن يكون السكر، ممكن يكون الدهون، اللحوم، ممكن يكون أي شيء. أنت أعلم بحالتك الصحية، ولكن هو شيء حذروك منه الأطباء. خلنا نشوف الأمور القانونية، إذا يا برج العقرب عندك أي شيء في النظام القضائي. هذا الكارت الغصن الأول يقول لي إن النظام القضائي أو في المحكمة راح يشوفونك إن أنت لك حق، حجتك قوية، عندك حجة، ولكن المشكلة في هني نوع من المشكلة صاير في النظام القضائي، إن ليش لحد الآن الحكم لم يصدر لصالح برج العقرب، أو ليش تأخر هذا القرار؟ لأن قضيتك نوعا ما جديدة، فيها حجة، الحجة هذه وإن كان لك حق فيها، حتى النظام القضائي يدرك إن أنت لك حق فيها، ولكن دائما في القانون ينظرون إلى السوابق، إن قضيتك هاي جديدة سابقة نوعا ما، ما سبقتها الكثير من القضايا المشابهة عشان بسرعة يحكمون فيها. أوكي، هذا اللي يقول لي هذا الكارت. إذا بصير في تأخير فهو بسبب نوعية قضيتك، إن فيها شيء مبتكر، شيء خارج عن المألوف. خلصنا من هاي الجوانب، خلينا ننظر إلى طاقة التحدي اللي راح تحاول، الطاقة اللي راح تحاول إن تتفزك خلال شهر سبتمبر. Obsession. كلنا، هذا الكارت يقول لك كلنا نمر بمواقف، اوكي، كلنا نمر بمواقف مو سهلة علينا او نحس ان انظلمنا فيها، ولكن يا برج العقرب بقائك طاقة تفكيرا في موقف معين مضى، الموقف مضى، الشيء صار، ولكن انت تظل تحوم تفكر في الشيء اللي صار، وتفكر في الأشخاص اللي غلطوا عليك، تفكر شلون راح تاخذ حقك منهم. هاي الطاقة ابتعد عنها، ابتعد عن طاقة التفكير في اللي مضى، اللي سواه فيني فلان وعلان وراح اخذ حقي، طاقة الانتقام. هذا اللي راح تحاول، هاي النوع من الطاقة دائما تحاول ترجعك الى الحضيض، الى الماضي، تظل حبيس الماضي، حبيس افكارك الخاصة، لأن لحد الآن بينك وبين نفسك ما تقدر تسامح. إذا ما تقدر تسامح ما تقدر أنت أيضا تمضي قدما في حياتك. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر، كون حليفتك. ريزرت برنس يتكلم لك عن السيرفايفل أو الفالس بروميسز. أمير الصحراء، هذا الكرت الطاقة اللي راح تعاونك إن أنت يا برج العقرب من الأبراج الرئيسية الثابتة، الفيكس ساينز يسمونهم، أنت تعديت مرحلة محاولتك أو حاجتك، أنت مش محتاج إن تثبت نفسك بعد الآن، أثبت نفسك للآخرين بما فيه الكفاية، حان الوقت الحين إن تدير بالك على نفسك، أوكي، تعتني بنفسك، تكون انت لين مع نفسك، اوكي. الطاقة اللي تعاونك هنا قاعدة تقول لك ان هذه مو حرب، وهذه مو، هذا مو وقت خلال شهر سبتمبر ان انت تحاول تساعد اي احد، اوكي، خليك متفرد خلال هذا الشهر، تنظر فقط الى نفسك، الى حياتك، الى سعادتك الداخلية، ما عليك من احد، انزين، ما عليك من اللي صار في السابق، وما عليك ايضا لا دائما تحاول ان تساعد الاخرين. خلنا نشوف المفاجأة لك خلال النجمة. احس هني ان عندك شخص صغير بالسن، اوكي، ممكن يكون طفلك او طفل احد عزيز عليك،
احد من الاهل اللي يكونون اصغر منك سنا، انت تحبهم جدا، محبتك لهم قوية، هذا الشخص راح يكون في سلامة، اوكي يسلم. يعني مثلا يمر بحادث بعيد الشر، طبعا يمر بحادث ويسلم، يمر بموقف الموقف يخوف ولكن يسلم، يطلع منه بسلامة. الطاقة الثانية ان هذا الشخص راح يتخرج، راح ينجح. اوكي، انت هنا عندك قلق بخصوص تحاتي شخص صغير في السن، دائما تحاتي، دائما تحس انه لازم تعاونه، لازم دائما تقيده تساعده، هو راح ينجح، يعرف مصلحته هذا الشخص وراح ينجح يتخرج، اوكي يحصل على الوظيفة، راح تفرح فيه، تفرح بشخص